اهلا بيكم من جديد مشاهدينا، وزي ما حضراتكم شايفين احتفاليه قناه النادي الاهلي بالابطال. احلى منظر ممكن الواحد يتخيله او يكون فيه، ويتشرف ان وجود كل الابطال اللي موجودين هنا، فرقه 18 سنه رجال نادي الاهلي، وايضا فرقه الدرجه الاولى سيدات النادي الاهلي. صراحه شكر موصول لكل القائمين على جهاز كره السله في النادي الاهلي على المنظر اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله الكاسات زي ما انتم شايفين، الابطال موسم شاق واستثنائي للفرقتين، فرقتين تعبوا كتير عشان يحققوا البطولات والانجازات اللي حضراتكم شايفينها، وان شاء الله بيعودونا ان دايما النادي الاهلي هيكون موجود على منصات التتويج، دايما النادي الاهلي فوق الجميع وما بيرضاش الا انه يكون رقم واحد. كابتن علي، يعني بشكر حضرتك واحتفاليه جميله وجودك النهارده معانا في قناه النادي الاهلي، شرفتونا ونورتونا، ودايما كده بطولاتكم دي. ربنا يخليك يا محمد، انا متشكر جدا على الحلقه الجميله دي، وببارك لفرقه البنات. يعني زي ما قال كابتن ايهاب، موسم تاريخي، يعني اربع بطولات ما حصلتش من 10 سنين في النادي الاهلي، ويعني كنا متابعين منهم وربنا كريم، يعني ان شاء الله يعني تفضل كل سنه البطولات دي باذن الله. ان شاء الله الاولاد ما خلصوش باذن الله. كابتن ايهاب برضو الف مبروك، ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه كميه الانجازات اللي حققتوها السنه دي، شرف وفخر لكل اهلاوي، وان شاء الله تكملوا بالمزيد. الحمد لله رب العالمين، ده زي ما قال علي، ببارك لعلي اول على البطوله الجمهوريه والقاهره، وبارك للبنات والنادي الاهلي على التتويج بالاربع بطولات ان شاء الله، وبوعد النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهور ان شاء الله ان احنا البطوله العربيه والبطوله الافريقيه والهدفنا ان شاء الله، ونجيبها نرجعها للنادي الاهلي ان شاء الله، عشان يبقى موسم تاريخي واستثنائي فعلا للنادي الاهلي. انا استاذن حضرتك وكابتن علي بقى عشان التورته. يلا 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 يا جماعه، تعالوا بقى يلا. حط ايدينا كده يلا. كابتن دينا، ايوه اتفضل. خلاص طيب، شكرا موصول لكل طاقم العمل، ودايما ان شاء الله النادي الاهلي فوق الجميع.